أكيد هذا هو اليوم الثاني لاجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين. بالتأكيد اليوم الثاني هو يبحث أيضا استقرار أسواق الطاقة وأيضا أمنها والنهوض أيضا بمبادرات جديدة مختلفة. اليوم المملكة تعمل كدور محوري من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020 وأيضا من خلال اجتماعات المتكررة لمجموعة العشرين ومن خلال الطاقة. هي تعمل من خلال اجتماعاتها مع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين إلى دعم اتفاقية خفض الإمدادات النفطية، أيضا إلى جانب دور المملكة في هيكلة اتفاقية أوبك بلس الأخيرة وأيضا التي نجم عنها تخفيضات قياسية. هذا الاجتماع هو الاجتماع التكميلي لما بدأ به في الأمس. اجتمع أو ترأس هذا الاجتماع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وأيضا معه وزراء دول مجموعة العشرين في الطاقة. ابتدأ الاجتماع قبل نصف ساعة من الآن زميلي سلمان.